بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من عاصمة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن، والذي يقام على شرف سيف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حيث ننطلق في خامس أيام هذا المهرجان وهذا اليوم الخاص بسن الإذاع على فترتين الصباحية والمسائية لأبناء القبائل، حيث ننطلق في الفترة الصباحية مع 22 شوطا، وهناك أشواط خاصة بالإنتاج والمنتجين. ستة الأشواط الأخيرة هي الخاصة بالإنتاج، حيث نسير من خلال مسافة 6 كيلومترات عبر الهواء مباشرة وعبر قناة ياسر الرياضية وقناة دبي ريسنج والقنوات الأخرى الناقلة لهذه الرياضة العربية الأصيلة. نرحب بكل الحاضرين هنا في ميدان الوثبة عاصمة الميادين، نرحب بكل المتابعين خلف الشاشات الناقلة في هذا الصباح وفي هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء والسادس والعشرين من شهر إبريل الحالي لعام 2023 للميلاد، حيث ننطلق مع شوط الأبكار الإذاعة المحليات الأصايل وتسعيرة هجن الرياسة المرافقة لهذه الأشواط. فمرحبا بالجميع مباشرة إلى مقدمة الشوط، مباشرة إلى الصدارة الأولى، إلى المركز الأول والمقدمة الأولى، حيث أجد هناك انتفاضة. عبد الله بن محمد بن سعيد الكدري يتقدم في المركز الأول، بينما المركز الثاني هذه ثروة لمحمد بن راشد بن حضير الملكتبي يقدم لنا ثروة. المركز الثالث الوصول من الهبيبة لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يقدم لنا الهبيبة في المركز الثالث، بينما المركز الرابع صوغة لعشوان بن علي بن محمد المنصوري خذت المركز الرابع. المركز الخامس هذه هي نوادر لحمد بن هيام بن سالم العامري خذت المركز الخامس، بينما المركز السادس الوسمية لعبد الله بن خلفان بن مطر، ايضا الشامسي وصل في هذه اللحظات يتقدم على المركز السادس. المركز السابع الوصول في سابع المراكز من نشرة لعبد الله بن سيف بن زيتون المهيري، بينما ثامن المراكز فزعة راشد بن يمعة بن مرزوق الشامسي خذ المركز الثامن. المركز التاسع نجلة لمحمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي شعار دكتور الأصايل، في هذه اللحظات خذ المركز الثامن أو المركز التاسع. المركز العاشر، المركز العاشر وصلت في هذه اللحظات هذه هي معياة لمسلم بن ناصر بن يوعان الشامسي خذ المركز العاشر. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط والباحث أيضا عن الفوز والانتصار. نعود إلى مجريات الشوط وإلى المقدمة والمنافسة في أول أشواط الإداع، في أول أشواط الإمتاع لفترته الصباحية من خلال هذه المنافسة القوية والعملاقة التي نشاهدها هنا في عاصمة الميادين. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول، هذه انتفاضة عبد الله بن محمد بن سعيد الكدري يقدم لنا انتفاضة في المركز الأول وفي الصدارة الأولى من خلال هذه الانطلاقة القوية والعملاقة. ولكن هناك القدوم على ثاني المراكز، يتقدم أيضا مع الهبيبة سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وصلت صوغة، وصلت صوغة تقدمت من الزاوية الأخرى لعشوان بن علي بن محمد المنصوري، وبن هيان يقدم انطلاقته أيضا نوادر حمد بن هيان بن سالم العامري يقدم واحدة من النوادر التي يمتلكها من خلال المنافسة القوية والعملاقة. وأيضا وصلت الوسمية عبد الله بن خلفان بن مطر الشامسي يقدم لنا الوسمية في هذه اللحظات، أيضا تتقدم في منافسة قوية وفي أداء جميل للغاية. هذه نتيجة الخمس المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط والباحثة أيضا عن لقب هذا الشوط، بينما هنا وصول من ثروة محمد بن راشد بن حضير من الاجتبي وصل وخذ المركز السادس. في هذه اللحظات أنا بدوري أخذ المركز السابع شعار بن زيتون، وصل مع النشرة عبد الله بن سيف بن زيتون المهيري
خذ المركز ايضا السابع، المركز الثامن نجله لمحمد بن علي بن سلطان بن رشيد، ثامن المراكز. بينما ارصاد وصلت في هذه اللحظات خذت المركز التاسع لمغير بن سالم بن حارب العميمي، والمركز العاشر هذه القادمه معياه لمسلم بن ناصر بن يعان الشامسي. العشر المراكز الاولى التي ايضا تسير في انطلاقه مميزه وفي اداء جميل للغايه. هنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام في اندفاعاتي وانطلاقاتي هذا الصباح، هكذا انتصفت المسافة مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام في منافسة قوية في تحدي مثير. ما شاء الله منظر ايضا رائع للغاية، منظر جميل. في 4 دقائق 33 ثانية الثلاثة كيلومترات الأولى قطعت مسافتها من خلال المنافسة، وأيضا تقدمت الوسمية. عبد الله بن خلفان بن مطر الشامسي يقدم لنا الوسمية وماركة الوسمي وسلالة الوسمي مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. بينما هناك نوادر حمد بن هيان بن سالم العامري يقدم لنا نوادر وخطيرة، نوادر خطيرة للغاية. أي ايضا يقدم لنا هذا الاسم شعار شواهين وشعار الوسمية، وشعار ايضا هناك مشاهدين الاعزاء اللي هي وسام، وشعار سعود ويش بن عدي بن هيان يقدم نجومية رائعة في عالم الاصايل. بينما وصلت الهبيبة سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري القادم على المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع هذه صوغة عشوان بن علي بن محمد المنصوري، المركز الخامس اللي غيرت أرصاد مغير بن سالم بن حارب العميمي، وصل بو ناصر ليتقدم هنا من خلال هذا الأداء المتميز والجميل هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. بينما الدخول من انتفاضة عبد الله بن محمد بن سعيد الكدري، يا سلام على هذه المنافسة القوية والعملاقة. الكدري وصل، مرحبا وصلت، وبن زيتون يقدم لنا نشرة، والاسم القادم الجديد زعزعة محمد بن راشد بن جلمود الفيد المري وصل في هذه اللحظات متقدما مع هذا الاسم. بينما التماس احمد بن معتوق بن ثنية العامري، وصل بن ثنية، وصل بن ثنية، ايضا غارات قوية لا تامنون من بن ثنية، لان اسم عملاقا وخطر دائما لحضور مميز في الختاميات. عودة الى مقدمة الشوط، عودة الى الصدارة، عودة الى المركز الاول. غيرت ارصاد، غيرت ارصاد، او الوسمية ما زالت على المركز الاول، الوسمية على المركز الاول، الوسمية على الصدارة الاولى، الوسمية على مقدمة هذا الشوط، على الصدارة، على المركز الاول. 1500 متر الوسمية على الصدارة، يقدمها لنا الشامسي، يقدمها لنا عبد الله بن خلفان بن مطر الشامسي يتقدم. بينما المركز الثاني هناك أرصاد، أرصاد جوية، أرصاد ترصد أيضا أحوال الطقس في هذا الشوط. يتقدم مغير بن سالم بن حارب العميمي، يقدم لنا أرصاد، وصلت في هذه اللحظات وتقدمت نوادر حمد بن هيام بن سالم العامري يقدم لنا هذا الاسم. نشر القادمة عبد الله بن سيف الزيتون المهيري، وصلت نجلة، أيضا يتقدم محمد بن علي بن سلطان بن رشيد يقدم لنا نجلة. هنا نعود إلى مقدمة الشوط، أرصاد اللي غيرت، أرصاد اللي غيرت. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير. يا سلام، أرصاد، أرصاد ونوادر مغير بن سالم بن حارب العميمي، وهنا نوادر حمد بن هيام بن سالم العامري. بسم الله وما شاء الله، بدأ الرقص، بدأ الرقص، بدأ الرقص، وبدأت السرعة الزايدة هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقة القوية وجولة الأوامر. منطقة الأعلام يا الدكتور ناصر بن مغير العميمي، روح مع هذه الانطلاقة الأولى، روح مع هذه الصدارة الأولى. أرصاد، 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 تحركت نوادر، وصلت نجلة، وصل دكتور الأصايل محمد بن علي بن سلطان بن رشيد، ولكن أرصاد على الصدارة، أرصاد على المركز الأول.
ارصاد على المقدمة الاولى على مقدمة هذا الشوط. يذكرنا العام الماضي هذا الشوط مع مرحبا لغانم بن منصور بن سيف الخيارين لمن سوف يكون في هذا الموسم وفي هذا الختام. ارصاد 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 مغير بن سالم بن حارب العميمي، ولكن نوادر حمد بن هيام بن سالم العامري، نوادر وارصاد، ارصاد ونوادر، عادت ارصاد مرة اخرى. سلام العين، سلام سلام العين، سلام على فوز ارصاد. تهانينا لمغير بن سالم العميمي، مشكور يا الدكتور ناصر ابن مغير على هذا الفوز. المركز الثاني ايضا نوادر حمد بن هيام بن سالم العامري، المركز الثالث وصلت في نجلة لايضا محمد بن علي سلطان بن رشيد، المركز الرابع وصول ايضا من الوسمية عبد الله بن خلفان بن مطر الشامسي، والمركز الخامس هناك نشرة عبد الله بن سيف بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس على هذا الفوز. هكذا مشاهدين الاعزاء ارصاد في الشوط الاول وتحمل الرقم واحد وهي في المركز الاول. تهانينا لمغير بن سالم بن حارب العميمي، تهانينا ايضا لابو سلطان حارب بن مغير العميمي على هذا الفوز. شكرا ناصر بن مغير على تقديم ارصاد في هذا الشوط من خلال المنافسة القوية ولحظات الاعادة، حيث قطعت ايضا مسافة هذا السباق في 9 دقائق ثانية واحدة وتسع اجزاء من الثانية. تهانينا لمغير بن سالم بن حارب العميمي وسلام العين، سلام. المركز الثاني نوادر حمد بن هيام بن سالم العامري، 9 دقائق ثانيتين جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس على فوز نوادر. نجلة من حلت ثالثا لمحمد بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي ب 9 دقائق 3 ثواني وخمس اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا مشاهدين الاعزاء حيث كانت انطلاقتي اول اشواط هذا الصباح مع ارصاد التي رصدت لنا احداث الشوط الاول لمغير بن سالم بن حارب العميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الحفل الكريم، ايها الاخوة المتابعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.